صاروا 18 ضحية مع الأسف لامبارح بحوادث السير. دايما المطلوب التأني والقيادة بروية، ما في شيء بيستعجل أنه الواحد يوصل له بسرعة. عم بيحكي عن مشاوير العادية، عم بيحكي عن الشباب يلي بيعتبروا أنه اللي عم بيسوقوها هي طيارة مش سيارة، لا هي سيارة، وبدنا نحاول نروق ونكون عقد المسؤولية لما منقود السيارة، لأنه إذا مستقلين عن حالنا في غيرنا كمان سألين عن حاله، إن كانوا معنا بالسيارة أو بالسيارات المقابلة. طبعا رئيس الطوارئ والإسعاف بالصليب الأحمر أليكسي نعمي صار معنا، صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. تفضل. احصاءات الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعوا في عنا 20 حادث 24 إصابة، وزعين على بيروت 3 حوادث 3 إصابات، جبل لبنان 11 حادث 12 إصابة، لبقى حادث واحد إصابة واحدة، والشمال 5 حوادث و 8 إصابات. تتوزع أنواع الحوادث بين مشاة دراجات نارية وسيارات، أما الأسباب انقسمت بين سرعة سوء رؤية ومصدر الهام. نعم. أما بالنسبة للمهام اللي قمت فيها فرق الإسعاف والطوارئ والصليب الأحمر، سجلت 440 مهمة موزعين على 235 حالة طوارئ، 188 نقل مريض عادي و17 نقل مريض من مستشفى إلى أخرى، بالإضافة للمهمات اللي عمو فيها مخصص وباء كورونا اللي بلغ عددها بال 24 ساعة اللي قطعوا 67 مهمة. هذا كل شيء. نعم، شكرا لك أليكسي ولكل عناصر الصليب الأحمر، يومكم مبارك.